إن الإحصاءات مفجعة في عدد ما يقبض عليه مما يسرب من المخدرات إلى بلادنا، ولذلك وجب علينا أن ندرك خطورة الأمر وأن نتكاتف وأن نتعاون في التوعية والتبصير وإيقاف هذه الهجمة الشرسة بوعي رصين وعقل رشيد وإدراك بصير بخطورة الأمر وقطع الطريق على هؤلاء الذين يتسللون إلى أبنائنا، إلى بناتنا، إلى بيوتنا، إلى مجتمعنا لإفساده بهذه الآفة التي تفسد العقل، وإذا فسد العقل فسد الدين والدين.